ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيخ محمد المهدي شرف الدين مع حلقة جديدة من حلقات ضيف شرف. واليوم معنا ضيف كريم وأخ عزيز الشيخ عبد الله السيد أحمد من قرية سلمنت مركز بلبيس. نرحب بالشيخ عبد الله وهو من أهل القرآن المجيدين لقراءة القرآن يعني. وهو ضيف عزيز علينا الشيخ عبد الله بارك الله فيه من الشباب المكافح وهو يعني قد تقدم بطلب لالتحاقه بالإذاعة وإن شاء الله أعطوله مهلة يعني فإن شاء الله ربنا يوفقه ويفتح عليه إن شاء الله ويعدي المرحلة الصعبة اللي جاية إن شاء الله مرحبا يا شيخ عبد الله يعني إحنا سعداء بيك وفي بيتنا وفي الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه المشاهدين معكم اخوكم عبد الله السيد آه 28 سنه آه خريج كليه الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر بالقاهره الازهر آه ان شاء الله اعمل امام وخطيب بالاوقاف والحمد لله يا رب العالمين وفقني الله لحفظ كتابه مجودا وباحكام التجويد بروايه حفص عن عاصم ووفقني الله عز وجل للانضمام والالتحاق باختبارات الإزاعة المصرية وحصلت بفضل الله عز وجل على مهلة ستة أشهر في بعض الأشياء ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في المرحلة القادمة إن شاء الله إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ عبد الله ربنا يجعلك من المقبلين ويوفقك إن شاء الله ويوفقنا معاك آه لكي نسمع صوتك الجميل في الإذاعة والإذاعة إن شاء الله يعني تسعد عندما تأتي إيه إلى الفجر كده إن شاء الله ونسمعك ونبقى مبسوطين لأن الشيخ عبد الله من القراء الإيه الحلوين يعني فإن شاء الله نسمعه بقى إيه وإنت تسمعوا الشيخ عبد الله وتحكموا بنفسكم اتفضل يا عم الشيخ عبد الله سمعنا آه ما تيسر من كتاب الله ربنا يفتح عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زال كل شيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله 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 تبارك الله افتح عليك يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله 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 فتح الله لك يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله وما ذلك على الله بعزيز} سبحان الله سبحان الله ولا تزر وازرة وزر أخرى يا شيخنا تعليق الله الله وإن تدعو مصر مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء الله أكبر افتح عليك يا شيخ عبد الله الله وإن تدعو قالت إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قبا الله 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 افتح عليك يا أخي ما شاء الله تبارك الله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب صلى الله عليه وسلم الله إن سَمَا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة الله أكبر ما شاء الله يا شيخ عبد الله تبارك الله 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 ومن تزكى فإنما يتزكى لِنَفْسِهِ حقا يا سيدي الله الله الله. وإلى الله المصير. ما شاء الله. وإلى الله المصير. وما يستوي الاعمى والبصير. الله 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 ايوه يا شيخ عبد الله وما يستوي الاعمى والبصير الله اكبر كمان والله يا شيخ عبد الله جميل خالص والله كمان يا اخي الله وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الله يا سلام الله 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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء إن الله يسمع من يشاء حقا يا سيدي الله أيوه أيوه وما أنت بمسمع من في القبور صلى عليه الله ايوه ايوه وما انت بمسمع من في القبور صلى الله عليه وسلم ايوه من هنا يا شيخ عبد الله إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صلى عليه افتح عليك يا شيخ عبد الله 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 إيه إيه إيه. الله الله إن أنت إلا نذير. نعم يا شيخ عبد الله جميل. أيوه أيوه أيوه. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق. بشيرا ونذيرا جميل يا شيخ عبد الله ايوه 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 خليك في الحجاز ده شويه كده الله يفتح عليك. إنا أرسلناك بال. بشيرا ونذيرا هو كده الله ايوه ايوه وان من امه الا خلاف إن أنت إلا نذير الله كمان أيوه إن أنت إلا نذير صلى الله عليه وسلم في حاجة تانية بقى إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. طيب يا شيخ عبد الله، ده أنت حكاية. إنا أرسلناك بالحق. بشيرا ونذيرا يا سيدنا النبي افتع عليك الله 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 الله, الله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير افتح يا رب صدق الله العظيم فتح الله لك الشيخ عبد الله الواحد يعني يعجز اللسان أنه هو يتكلم يقول كلمه بعد القراءه الجميله اللي سمعناها فالشيخ عبد الله قرا في الاول بياتي وبعدين دخل على الرصد وبعدين دخل على البياتي وبعدين دخل على الصبا والحجاز والنهواند وبعدين قال تاني من 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 البياتي وختم البياتي بس حاجه قال من بيت الشوري كمان يعني ما شاء الله ما شاء الله قراءة جميلة وموفقة وبسم الله ما شاء الله نتكلم عن صوت الشيخ عبد الله حنجرة ما شاء الله حباه, حباه الله سبحانه وتعالى بصوت جميل وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ادى الناس كلها ما ادهاش اصوات حسن حسنه يعني مش كل الناس كله عنده حنجره لكن ما عندوش الصوت اللي ربنا ده عطاء من الله ومنحه من الله ورزق من عند الله ده رزق ساقه الله اليك يا شيخ عبدالله بالصوت الايه الجميل وانا الشيخ عبدالله الله ما شاء الله قارئ وعالم وراجل امام يعني وخطيب وراجل يعني دارس وما شاء الله عليه فاحنا يعني احنا جالسين مع بعض جلسه ايه جلسة قرآنية جلسة اسمها ضيف شرف يعني ايه الشيخ عبد الله ما شاء الله سمعناه حاجة جميلة جدا وان شاء الله برضه هنسمعه وهنركز مع بعض شوية انا وهو يعني في بعض الآيات كده ايه هنقرأها مع بعض هنتدرب مع بعض برضه نشوف ايه الصوت الحلو ده اللي ايه نطلع منه حاجة هنبدأ احنا ايه مع بعض بالبياتي برضه ماشي بس هنسوي البياتي احنا شوية عشان هو إيه انت ايه اديته بتاع دقيقتين ودخلت في الرصد تمام؟ ايه اللي ايه اللي حصل معاك في الامتحان الاذاعه؟ قول لي سالوك في ايه؟ وقال لك ايه؟ وانت قرات ايه بالظبط؟ اول ما دخلت قال لي قدم نفسك اه وبعدين ابدا في التلاوه قارئ او مبتهل وبعدين ابدا في التلاوه اه فانا بدات واستهليت آه. وبعدين تمام قرات تمام يعني قرات ما يقرب من اكثر من خمس دقائق تمام اه هو الخمس دقائق وبعدين قال لي صدق طبعا لازم قبل التصديق تمهد لازم تمهد تمهيد اه فربنا الهمني ان انا رحت راجع بايه تمام عرفت عليك تمام و... انت عملت كده في الاخر وانت آه بتقرا آه دلوقتي سوره فاطر انت نفس اللي... بالظبط اه تمام شوف يا شيخ عبد الله ركز معايا يعني ايه يعني ايه بايه كده عشان بس انا أ... انت صوتك حلو جدا و... وفي الجمال يعني آه وبعدين آه آه. انت ما شاء الله ما... يعني ما شاء الله يعني اذنك حلوه يعني تستوعب بسرعه <applause> فده كويس ان شاء الله تستفيد ونستفيد ان شاء الله <applause> امين الناس اللي بيسمعوا يشوفونا بعد كده يقول لك والله ده الشيخ عبد الله ده حاجه جميله جدا والشيخ محمد ما جابش ما بيجيبش اي حد برضه فانا بحب اهل القران اللي هم يكون عندهم صوت وعندهم حس يعني ازاي يعني بيقرا باحساس مش بيقرا وخلاص يعني شوف انت لسه منين بقى من البياتي بس منين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منين من أقل درجة؟ أقل إيه؟ درجة. درجة. استعيذ كده الاستعاذة كده اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد شد الصوت ايه راحه وانت ترتاح ومش مجهد تمام ها لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد هنبدأ نقول برضو بنفس البياتي بس ايه درجة غير الدرجة اللي لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد شوفوا أنتوا سامعين الشيخ عبد الله ما شاء الله يعني اذنه حلوه بيسمع وبيطبق مظبوط فرق بين اي حد يسمع ما يطبقش فالشيخ عبد الله بيطبق كويس جدا ما شاء الله ما شاء الله طيب برضو لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد شوفوا الشيخ عبد الله احنا جبنا البياتي وجبنا الشوري وجبنا ايه النوى بتاع البياتي اللي هو من عالي يعني فدي برضه ايه هي ملاحظات يعني اي حد بيسمعنا ياخد باله منها يعني طيب طب لما ننقل من البياتي بعد كده كده احنا ايه عشان بس الصوت لان جبنا الطبقه اللي هي الجواب العالي يعني لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد ده مقام السيكا. تمام؟ هنقول منه آه ده 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 يا اخوانا اللي اللي بتسمعونا او بتشوفوه بتشاهدونا يعني اسمه مقام السيكا تمام هنقول بقى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد كده هنجيب احنا بقى جاوب السكة بعد كده "ووالد وما ولد ووالد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر طيب ننقل من السيكة على الجهركة تمام هنقول بقى إيه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت تمال تمام يقول أكلكت مال اللبدا يقول أهلكت مال اللبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين تمام ولسان ولسانه ولسانا وشفتين لا انا هقول انا أفلت على... انا قفلت صبا على من عسيك الجارك على الجاركة على الصبا تمام ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين تمام ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين طيب هنخش نسيب الجهركة ونخش عليه بقى الحجاز خليك معايا الحجاز عاوز ناخد الحجاز ماشي ناخد النهوان دي ماشي بس هو ايه الحجاز احسن يعني نعم هنقول بقى احنا قلنا هو تقولنا الجهركه بياتي وبعدين يقول ما يقول مثلا اول انسان ما يقرا او يبدا مثلا في بدايه القراءه في الربع يعني اللي يقراه بيبدا ايه من نغمه البياتي وبعدين في بقى بياتي أفرع من البياتي اللي هو الشوري والحيران والحسيني تمام؟ فاحنا قلنا بيات الشوري يعني قلنا البيات الأصل يعني وقلنا البيت الشوري تمام؟ وبعدين في حاجة بعد كده إن شاء الله هو النوى اللي احنا قلناها برضه قلنا النوى اللي هو بتاع البيات العالي يعني فاحنا نقول دلوقتي آه اللهم صل على سيدنا محمد حجاز ماشي طب نقول احسن نهوندي عشان يريح صوتك شويه وريحنا برضو من ايه من إيه من زعقشي. ماشي مم... اخي الحجاز عشان ماشي الم نجعل له عينين الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين هنقول <applause> بقى وحجاز كار منه وحجاز حجاز كار كرد بعد كده وجديناه <applause> النجدين فلا حمل العقبة وما أدراك ما العقب وهديناه النجدين فلا حمل العقبة وما فتح الله عليك. نرجع للبياتي تاني تمام؟ هنرجع للبياتي تاني برضه عشان ايه؟ لان الحجاز ده اللي هو الكرد يعني يجي بعد منه ايه؟ البياتي عشان نقول من البياتي نغمه الكرد برضه من البياتي. طيب هنقول بعد كده ان شاء الله البياتي نرجع للبياتي تاني عشان نقول منه نغمه الكرد او مقام الكرد. هناخده من على البياتي. خد بالك ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ الله ولسانه وشفتين ولسانه. وشفتين هنقول برضه جو البياتي اللي هو ايه النوى بتاعه والايه اللي هو بتاع الشوري الحسيني عفوا الحسيني وجدنا جنازين فلم كنت حمل وما وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة الله هنقول بقى الكرد من البيات إن شاء الله الم نجعل له عينين الم نجعل له عينين الله ولسانا وشفتين وَلِسَانَهُ وشفتين خد بالك الكرد بقى جاهو احنا قلنا الكرد قبل كده بس احنا مع البياتي برضو وغدا اله النجدين فاقتحم العقبه وما ادراك ما العقب وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة الإنسان لما أي حد بيقرأ الكرد لازم يتحكم في صوته جدا عشان خاطر لما يجيب القفلة ما يجيبهاش بياتي يجيبها إيه؟ كرد فالوحيد الوحيد اللي كان بيقرب مقام الكرد كان الشيخ محمود محمد رمضان. ما شاء الله. هو ب... لانه هو اصلا من ال... الكرد من على البيات مع نغمه البياتي إيه يبقى الكرد آ... يا اخواني الاعزاء بيتاخد من نغمه البياتي ومن مقام الايه؟ البياتي اللي هو الشوري يعني او الحسيني. فطبعا انت بتجيب جو البياتي فبتجيب من ع... بتاخد منه ايه؟ المقام الكرد، ازاي؟ مثلا [الم نجعل له عينين] اللي هو الشيخ رفعت كان بيقرا بيه البياتي تمام؟ فبنقرا هنا بقى ناخد من البياتي نغمه الكرد زي "وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وهديناه النجدين مَا العقبة وما أدراك ما العقبة يبقى ده ايه؟ الكرد مع نغمة البياتي. اتفضل يا شيخ عبد الله بس براحتك يعني ما ايه؟ عشان تصايم وانا مش عاوز وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة تمام هننقل من <applause> حننقل على الكرد على الصبا الصبا ده مواله طويل لان بيتاخر من الصابع حاجات كتيره منها اللهم صل على سيدنا محمد منها اللي هو العجم العجم مقام العجم والعراقي ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ايوه لازم تموتها في الاخر تخليها يعني ايه الصبا ده ما يتقالش بعفونه ابدا لازم لانه من القلب لانه اسمه قام الحزن يعني وكان بيقرا بيه الشيخ محمد صديق المنشاوي دائما على طول يعني ألم نجعل له عيني ألم نجعل له عينين طيب طب نقول منه بقى يعني احنا خدنا احنا ده كله احنا بنقول حاجات واحنا ماشيين في, في الطريق كده لكن ما فيش فيها ايه؟ مش فيها توسيع يعني لانها جلسه محبه بينه وبين الشيخ عبد الله الله يبارك اه مش للتعليم يعني عشان نعلم الناس لا ده احنا بنقعد مع بعض بنقرا ايه وهو ايه مع بعض ايه لكن احنا الشيخ عبد الله استاذ وراجل قارئ واخونا وراجل بيزاملنا في الليالي بارك الله وفي الحفلات وراجل شيخ يعني فدي جلسه ايه محبه اسمها يعني ضيف شرف واحد جاي يزورني في بيتي بنقعد مع بعض لكن مش من يعني كايه للتعليم او شيء التعليم وضع تاني غير كده خالص ألم نجعل عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وَدَيْنَاهُنَّ نجدين وهديناه النجدين الله وديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك من العقبة طب هنقول بقى من على الاصابه العجم العجم ده وهو ايه اعلى درجه في الجوابات من على الصبا عالي جدا فان شاء الله ربنا وفقنا ونقوله ان شاء الله خلي بالكم معايا ركزوا قوي في المقام اللي ايه اللي هقوله دلوقتي اللي هو العجم من على الصبا لانه ده صعب جدا يعني يعني القارئ لما بيوصل الى المرحله دي في القراءه اعرف ان هو جاب من اعلى الجواب يعني جاب تعب عشان يجيب الجواب ده فركزوا معايا وانا بقول المقام الم نجعل له عينين الم نجعل له عينين للصاب عشان ايه؟ نقفل صح. وهديناه النجدين فلقت وتحامى العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه نجديني فلا قد حب العقبة وما أدراك من العقبة طيب هننقل من الصبا يا شيخ عبد الله على مقام النهاوند تمام لأن هو الصبا بعد منه إيه؟ النهاوند نعم في ناس تقول لك الرصد لا ما ينفعش المقام النهواند بالترتيب بعد منه الرصد وفي حاجة اسمها اللامي طبعا ده حاجة ما ما معلش يعني برضو من على النهواند بس مش ايه برضو مش يعني, محدش يعني ما حدش بيقرا بيه يعني قليل يبقى هنقول النهواند احسن بقى النهواند بالترتيب كده ان شاء الله نقول منه ونكتفي بهذا القدر النهارده يعني عشان بس الراجل صايم ومش عايزين نتعبه <applause> ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين، شاطر، ولساناً وشفتين، ولساناً وشفتين، قُنْ وجدين فلق تحمل عقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلق تحمل عقبة وما العقبة الله طب هنطوف بقى يعني معلمي كده ايه مع الـ مع النهوند حاجه كده ايه خفيفه يعني واحنا ماشيين في السكه زي ما بيقولوا في الطريق كده ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين اللي, اللي بيسمعنا لازم يحسها قوي لأنها إيه هو أصلامي من عنا هواندي يعني فتاخد بالك من إيه النقلة بس في بداية المقام تاخد بالك قوي تقول إيه وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه نجدين فلقد عمل عقبة وما أدراك ما العقبة تمام اللي بقى كفاية فك رقبة أو إطعام في يوم غابت يتيما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة طيب. يتيما ذا مقربة أو مس إن ذا متربة اتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أنا أخذت الرصد عشان خاطر أقف البياتي لأن ما ينفعش من على اللام والنهوانت أقف البياتي ما ينفعش فانا خدت ايه حاجه في الراس واحنا ماشيين كده ايه آه يعني ايه عشان نقفل او نختم بالبياتي يتيما ذا من قرابه يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا من او مسك. مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا صدق الله العظيم فتح الله عليك يا شيخ عبد الله ويعني اسعدتنا وخلتني انا قلت حاجات معاك جميله والله يعني من غير ميكروفون ولا اي حاجه ولا تجميل للصوت ولا اي شيء قراءه طبيعيه وقاعده يعني محبه كده في الله ان شاء الله وربنا يبارك فيك وينفع بيك يا شيخ عبد الله وانا سعدت بيك آه والإخوة يعني ساعدوا بيك اللي هم إيه هيشوفونا آه وإن شاء الله انتظرونا إن شاء الله في حلقات أخرى في برنامج ضيف شرف مع الشيخ محمد المهدي شرف الدين الله وحسن لقاك يا, يا ربي صلي على محمد يا رب صل على محمد ملاح في الأفق نور يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان